عليكم. احنا النهارده طالعين من ملتقى مبدعين 13 في قاعه الاهرام للفنون، ومعانا الفنان العظيم الهايل المختفي بقاله شويه، الفنان احمد علي. ازيك يا فنان؟ اهلا وسهلا. قول لي ايه رايك في المعرض بقى؟ المعرض جميل جدا ما شاء الله، ومعرض مميز، فيه اعمال كتير مميزه، وفي كذا فكر وكذا تكنيك جديد يعتبر في المجال يعني. طب قول لي ايه لفت نظرك اكتر حاجه في المعرض هنا؟ التكنيكات الجديده يعني، انا شفت كام لوحه كده ورا مش موجودين هنا، ففي فكر جديد، وده يدل ان في افكار جديده نازله يعني، في تقدم. بس طب قول لي بقى انت ايه المشاريع الجديده انت عاملها؟ لوحه جديده، اتكلمنا شويه عن شغلك. لا هو انا ما بحبش اتكلم عن شغلي طبعا، بس هو انا بلعب في الابستراكت دايما او السريالي، ومركز في الابستراكت، انا بحب المجال ده، الحاجه المبهمه يعني. تمام. طيب قول لي انت داخل اي معرض قريب؟ احتمال الشهر الجاي اشارك، انا بقالي بتاع 4 شهور ما شاركتش في اي معارض لانشغالاتي بحاجات تانية، بس ان شاء الله الشهر الجاي اشارك في معرض في لمسات، في معرض في الاوبرا في شهر 7 ان شاء الله. ان شاء الله. طيب قول لي انت تنصح ايه للجيل الصاعد دلوقتي في ان هو نفسه يظهر اعماله كده، تديله نصايح ايه في المشاركه في المعارض؟ لا هو بالنسبه للجيل الصاعد هم يعرفوا اكتر مننا، ان هم ما شاء الله عليهم بيعرفوا يستخدموا السوشيال ميديا كويس احسن مننا، احنا كبرنا على الكلام ده، فهم ان شاء الله هيوصلوا اسرع مننا بكتير يعني، ده اللي انا متوقعه. طيب تحب تدي كلمه للدكتور عبد الناصر السعداني تقول له ايه عن المعرض بتاعه؟ ادينا كلمه كده حلوه. بالتوفيق لدكتور عبد الناصر، المعرض 13، انا كنت في المعرض السنه 10 في سيد الصاوي، بس انا المره دي ما شاركتش لان شغالي بحاجات ثانيه، والمزيد من التقدم والتوفيق لدكتور عبد الناصر. طيب ميرسي ليك يا فنان. ويا جماعه كان معانا الفنان احمد علي، يعني من الفنانين اللي فعلا بعزهم وشغلهم رائع. يا جماعه هحط لكم اللينك تحت الفيديو ان شاء الله، بخشوا اعملوا له فولو ولايك على حاجته. ميرسي يا فنان. شكرا. شكرا ليك يا فنان. ميرسي.